الأصحاب والعلاقة بينهما. فالكلام عن الشيعة والسنة في هذا المؤتمر لا أرى أنه مناسب أبدا. كذلك ما ذكره من علاقة وهي تعاطفية تعاملية تناسلية تقابلية، هذه كلمات يعني تمطيطية أتصور، وتعاطفية التعاطف لا يأتي إلا من المحبة والمودة، والمودة لا تكون للكفار ولا تكون للفساق وغيرهم. وكذلك التناسلية، التناسلية لا تكون إلا في أهل البيت أنفسهم، أهل البيت من أهل البيت وهكذا. وتقابلية يعني خلافات، هذا الكلام غير مقبول أبدا. كذلك محاولة مقابلة مذهب من مذهبين الكبيرين، أنا أتصور هذه مغالطة. يعني واقع الأمر الآن عدد المسلمين يقارب 1.5 مليار تقريبا، الشيعة يمثلون 5% أو 7% على الكثير. فدعوة أنه مذهبين كبيرين، الشيعة لاختلاف مذاهبهم وليس الاثنى عشرية فقط، فدعوة أن مذهبين كبيرين ومغالطة هذه لا أتصور أنها صحيحة، فقط للمعلومات. الوقت إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى دقيقة فقط. أتوسل بالدكتور حمزة حفظه الله تعالى الشريف وبجدكم علي بن الحسين رضي الله. طيب أنا أقول كذلك قوله لا، لماذا لا نجتمع على بناء صرح هذه الأمة الكبرى ونبذ الطائفية؟ نحن نقول بذلك، من الذي يسب الصحابة؟ نحن لا نسب الصحابة، لا نتعدى على أهل البيت، كل أهل السنة بإجماع هنا لا يتعدون على أهل البيت، وأنت ذكرتها بارك الله فيك في كلامك أنه لا يوجد اليوم أحد يسب أهل البيت رضي الله عنه ويتعدى على حقهم، فهذا أمر واضح جلي. كذلك قول الشيخ لا الشيعة يستطيعون محو أهل السنة ولا أهل السنة يمحون أهل الشيعة، من دعا إلى ذلك؟ هذه كأنها دعوة إلى القتل وغير ذلك، نحن لا ندعو إلى ذلك، نحن ندعو إلى قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، سندعوهم ونرجو لهم الخير هم وغيرهم، الجميع ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. أنا أختم بهذه الكلمة فقط، وهو هل هناك آل وأصحاب؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي الذين تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بحبهم هم الذين نصروا رسول الله ونصروا دين الله تبارك وتعالى. وعندما تقول الآل، عندما دائما الآل والأصحاب، من هم الآل والأصحاب؟ دائما علي بن أبي طالب، هل علم هو الآل؟ عبد الله بن عباس، عائشة أم المؤمنين، أم فاطمة، الحسن والحسين كانوا صغيرين رضي الله عنه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولكل منهما 6 أو 7 سنوات على الكثير، فكيف بعد ذلك يقال الآل والأصحاب؟ الآل والأصحاب شيء واحد، هم لبنة واحدة لا فرق بينهما. ونحن عندما نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الثناء الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم آله ومن ضمنهم أقاربه الذين نصروه ووقفوا معه صلى الله عليه وسلم، بينما لا نجد آية واحدة في كتاب الله تبارك وتذكر آل البيت، آية واحدة فقط لا نجد إلا قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذه في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجاهد يباهل في هذا. وأما قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجر المودة في القرب، فقد فسرها ابن عباس في صحيح البخاري أنها قرب النبي صلى الله عليه وسلم وليس قربا، فالنبي لا يطلب أجرا لا هو ولا إخوانه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ولا أذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث حثت ونصت على وجوب محبتهم وتقديرهم، وهذا ما يفعله أهل السنة وهذا ديننا، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. الشيخ عثمان طبعا له مكان، فهو زميل دراسة فلا أستطيع أن أوقفه لأن له فضل علي كثير، وهو زميلي وعلي